الله يحمي كل هالبلد يا رب، لأنه ما بقى فينا نحمل لا مآسي ولا أوجاع ولا قتل ولا دمار ولا انفجارات. رح نشوف هيدا التقرير وبرجع لضيفتي. حرب 75، الحرب الأهلية سنة 75، الاجتياح، الاحتلال، حرب المنظمات، الاغتيالات، ذبح على الهوية، الخطف لشبابنا، الانفجارات، حرب تموز، حرب اقتصادية، وباء، وانفجار نووي. هيدا اللي صار بالشعب اللبناني من أول ما خلقنا لليوم. ومطلوب منا شو؟ تعرف شو مطلوب منا؟ نكون مهذبين، نحكي بتهذيب، ما نشمت، ما نسب المقامات العالية. بيطلعوا بيانات انه عم بتسبوا المقامات العالية وجتت العالم بالأرض، شبابنا سقيت الأرض بدمها. يا عيب الشوم عليكم، يا بلا شرف، يا بلا كرامة، يا أنزل أنواع البشر. وشو بتجوا بتقولولنا؟ أقوى معادلة: عفى الله عما مضى. تعرفوا ليه؟ ليضلوا أمر الحرب حكميننا. في شعب بيطلب من حاله، وسياسيين بتطلب من شعبها إنه تنسى تاريخها، تاريخها اللي كلفها دم، تاريخها اللي كلفها عمرها وحلمها ومستقبلها وولادها. ينسوا تاريخهم، ينسوا شو قضينا لوصلنا لهون، حتى ما يتحاسبوا. ولأنهم ما تحاسبوا، ليكوا لوين وصلنا، ليكوا شو صار فينا. ضربونا بالنووي، لا مش عفى الله عما مضى، ما حذرته، ما عفى الله عما مضى. كل اللي عملته فينا من 75 لليوم لازم تتحاسبوا عليه، لأنه بعدكن انتو زيتكن على الكراسي. يا عيب الشوم عليكن، الشيطان بحد ذاته استحى وحط عيونه بالأرض من وراكن. اوعى تفكروا انه بعدنا منصدقكن ومنصدق حكيكن ومنصدق اللي بتقولوه، باسم الدين وباسم السلام وباسم الطائفة وباسم المذهب. مين ما كنتوا تكونوا، كلكن، يعني كلكن. انا واقفة اليوم هون من الكارانتينا على حطام بيروت، على حطام الناس، عوجع وألم الأمات. ما بعرف شو فيني زيد، وجع أمات سقيوا الضحايا بدمهم كل هالأرض لأي متى؟ كارين سلامة، أول شي صباح الخير إليك. صباح النور. صباح الخير لكل المشاهدين، واشتقت لكم. نحن كمان. ولكل العاملين بالجديد. بتعرفي أنا موجودة هلأ يعني أمتار بعيدة عن الإهراءات، كنت عم من شوي عم بحكي مع زوجي، الشيء سريالي يعني بتحكي فيها، بس هي سريالية يعني اللي انعمل فينا. أنا هون اختصرت إذا بدك من أول ما يعني أغلبيتنا خلق، من أول ما وعيوا أهالينا على الحياة، اختصرت فيها هالسنين اللي عشناهن لليوم واللي بعد عم نعيشهم. إلى أين؟ ومثل ما عم تسأل شو بعدين، ما بعرف قدي بعد عندي أمل، ما بعرف قدي بعد مفكرة أنه في بكرة، ما بعرف قديش يعني. نحن اليوم 4 آب، سنة ماري. كيف بتفسري وجعك كارين إذا بترجعي لهيديك اللحظة يلي كنت فيها أنت مع بنتك بالسيارة، وبديك تصرخي هلأ وبديك تعبري عن هيداك الوجع بهيديك اللحظة، شو بتقولي؟ كيف بتوصفي؟ ليكي أنا ما حدا بيزيد على عمره لحظة، يعني أنا لما بفكر فيها بفكر إنه فرقت على 30 ثانية. أنا كنت يمكن مشقفة ويمكن بنتي ما كانت موجودة بين إيدي. لما بتذكر إنه بنتي صارت تركض وتصرخ وتقلي مام ما بدي موت، بنتي عم بتقلي مام ما بدي موت، وأنا واقفة عاجزة مش عارفة شو بدي أعمل، عم بركض على العالم. بدي أقول لك شيء، الناس كانت زومبيز. اف هالتعبير. فتت
كنت بمنطقة فيها ناس وفجأة الناس صاروا زومبيز، طلعت العالم كلها دم، الناس عم تمشي هيك، الولاد بالأرض، الجتت بالأرض، تطلعي من جسمك، تطلعي من جسمك، عقلك لأنه ما بيستوعب، تطلعي من جسمك بتصيري عم تطلعي بالأشياء من فوق وبتصيري تقولي أنا عايشة، لا مش عايشة، أنا لا يا مامي عم بفرقعوا، لا يا مامي عم بفرقعوا، وراكدة مع بنتي وبنتي بدي أقلك شيء، ضفرة لبنتي، الشعرة اللي بتقشط من راسها على الأرض، فيهم كلهم قشة لفة من اللي بيطلع باسم الدين ومن اللي بيطلع باسم السياسة، فيهم كلهم. عندي حياة وحدة، بنتي عندها حياة وحدة، ابني عنده حياة وحدة، نحن عنا حياة وحدة، ما فيك تعطي حياة تقولي له مقدمة لحدا. صحيح. وما متنا ما شفنا مين مات، ماتوا كتار قبلنا وشباب كتير قبلنا، ولو الموتى بيقوموا من القبور هلا وبيجوا بيحكونا يمكن ما بعرف شو بيقولونا. طيب اليوم هيدا السياسي، لأنه يد السياسي طبعا هي يلي عملت اللي عملته بأربع آب، لهيدا السياسي يلي ما بعرف كيف قادر ينام، كيف قادر يوعى، كيف قادر يكفي حياته برغم كل اللي صار، شو بتقلي له كارين؟ يعني هيدا منه إنسان، هيدا منه إنسان، بدك تحسب شيء حساباتك أنت، شو هول أمرا حرب، هول ناس دفعوا لناس ليقتلوا بعضهم، هولي ناس وقفوا على الحواجز وقتلونا على الهويات، هولي ناس عملوا حرب كذابة ليجوا على رئاسة الجمهورية، هولي ناس الدم هن وياه أصحاب ما بتفرق معهم، يعني أنا وياك إذا معسنا بسينة منضلنا جمعة منخربت مش عارفين ننام. هيدا كاميرتي كريم، شو بتقلي لهم؟ هولي أمرا حرب يا عالم، هولي ما في ما كيف نحن شعب جاي بأمرا حرب تحكمنا مجرمين بلا قلب بلا دين بلا كرامة. في ناديا بساط كتبت شي كتير حلو امبارح، خايفين من القاضي كيف بدكم توقفوا قدام ربنا، القاضي الأكبر ما بعرف أصلا إذا بيأمنوا إنه في 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 ربنا، يعني لا بعرفهم للضحايا اللي راحت ولا بعرف أهليهم ولا بعرف حدا منهم، وصار لي سنة مخربطة مزعوجة مضايقة. طيب كريم، هيدي الصرخة اللي سمعناها بفهم كتير اللي حاسستي، يعني كريم بس بدي أقولكم أنها عم ترجف، منا قادرة على كل حال تحكي. كريم اللي مرق بهيدا التقرير هو صرختك من سنة، ومبين الوجع بهيدا الصوت وبهيدا الصرخة. اليوم إذا بقولك أنا عندك صرخة تانية بدك تطلقيها من بعد 365 نهار على القد وهيدي كاميرتك، شو معقول تقولي؟ كيف معقول تتوجه إلى الناس؟ هل قد الحكي صعب؟ ايه، للناس شيء وللسياسيين شيء، بس إذا بدي أقول شغلة، في حقيقة بالحياة وحدة هي ربنا، بدك تسميها ربنا، بدك تسميها القوة، بدك تسميها كارما، بدك تسميها كل واحد بسميها شيء، بس هي ربنا. والتاريخ ما بيفوت بالتفاصيل، التاريخ ما بيفوت بما خلوني، التاريخ ما بيفوت بجربنا وما قدرنا، التاريخ ما بيفوت نحن أوادم بس اللي حوالينا ما خلونا، التاريخ ما بيفوت بنحن عنا قضية وكرمالها بيموت كل لبنان عادي، التاريخ ما بيفوت بهول التفاصيل الصغيرة، التاريخ بيفوت إنه بعهدكم ولما أنتم كنتوا مسؤولين اتدمر لبنان، وصلنا للحضيض، شلتونا الأمل، شلتونا بكرة، شلتونا المستقبل. هيدا التاريخ بياخد هيدا العنوان العريض، ما بيفوت بتفاصيلكم لا الباخة ولا السخيفة ولا اللي بتقدم ولا بتأخر، وما بيفوت بأنانيتكم كيف إلكن عين تطلعوا تحكم وتغردوا وتكتبوا وتزتوا الاتهامات على بعض وتبرروا نفسكم، كيف إلكن عين قدام اللي صار؟ خيي انتو بترشحوا زيت، عندكن مسؤولية معنوية، المسؤولية المعنوية بتحتم عليكن انكن تسكتوا وما تحكوا بقى ولا كلمة وتحطوا حالكن كلكن ببواخر وتفلوا منهم، وتفلوا منهم،
أنا بدي أخبرك شيء، أنا واصلة معي للماكسيموم للماكسيموم، لأنه بقى في عندي أمل، لأنه أنا عم ربي أولادي، كل أصحاب أولادي عم بفلوا. امبارح بنتي قالت لي مام أمتين أنا؟ أمتين نحن بدنا نفل؟ أمتين دوري يعني؟ أمتين نحن دورنا بدنا نفل؟ وبعد بتعرفي بعد أنه بتقولي في أمل بكرة أحسن، يا ربي ما بدي أترك هالبلد، أنا بعمر وأنت بعمر، صرنا بنص المشوار، وين بدك تروحي بعد تبلشي من جديد؟ وين بدك تتغربي؟ وين بدك؟ ما بعرف إذا عم نعمل جريمة. بس بتفكري إيه؟ إنه أولادك إيه؟ ما يكفوا بهيدا إيه؟ البلد، مستعدة تبعدي عنهم وبس تتأمني لهم حياة كريمة. أنت عارفة إنه بعد شهر ما في مدارس؟ هلا عم نحكي بموضوع تاني، بس إنه ما في مدارس، ضربوا لك القطاع الاستشفائي، ضربوا لك القطاع التعليمي، ضربوا لك الكهرباء، ضربوا لك كل شيء، ضربوا لك السهر يا أختي اللي بتشوفي حالك فيه، كل شيء. كيف بدهم يعني يتعلموا أولادنا إذا ما في لا مازوت ولا كهرباء ولا بنزين ولا كيف؟ يعني من 4 آب لـ 4 آب نحن عم نرجع لورا، يعني نحن بحالة ضياع مستمر، بحالة نفتش على ذاتنا، بحالة نسأل حالنا نحن شو بعدنا عم نعمل هون؟ نحن شو معقول نقدر نخلق شيء جديد لبيتي لأولادي لحياتي؟ أنا اللي عشته بالانفجار صحيح ما صار لي شيء جسدياً، بس أنا انضربت نفسياً وبنتي انضربت نفسياً وولاد العالم انضربت نفسياً. أنا شفت بيروت عم تنبلع في لحظة سكون قبل الانفجار، شفت والله العظيم والله شاهد، شفت الأرض عم تنبلع وترجع تبزق، وبس بزقت الأرض حالة السيارات صارت تطير، العالم تطير، الجتة تطير، خبينا الطاولة وتخبينا تحتها أنا وهالبنت. صرت أقول أنا براسي إنه هيدا قصف، عم تقصفنا إسرائيل وهلأ في ضربة تانية، كيف بدي أعيش؟ كيف بدي أكمل؟ شيء ولا بالأفلام ولا إذا عم تحضر نهاية العالم بشي فيلم أمريكي فيك تعيشي هيدا الشيء. بس بدي أقولك شيء، دعوة أمات الضحايا، لأنه هيدا تفجير مش انفجارة، دعوة لحقتهم على قبورهم لتحت التراب. صحيح، لاح أولادهم وولاد أولادهم، والله كبير. شكرا لك كارين سليمي، بتمنى الشفاء النفسي أهم شيء لكل الأشخاص يلي تضرروا بهيدا الانفجار، ويا رب ما بقى تدقكم شوكة ولا حدا دقوا شوكة، وإن شاء الله بتكون هيك خاتمة هالأحزان بقى، لأنه عن جد أنه نحن تعبنا.